بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أمر عياني، أنت ترى الأرض هامدة ساكنة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز تحرك ما كنت تظنه ثابتا. ليه ما تظن مش ما كان ثابتا في الواقع؟ لأن كل كائن له حركة في ذاته. وإن كانت حتة حديد، حتة حديد في ذات ذرتها فيها حركة، بس أنت ما عندكش المعايير اللي تستطيع أن تدرك بها هذه الحركة. بدليل أنهم كانوا لما يعلمونا الكهرباء يجيبوا برادة الحديد، برادة زي النشارة يعني كده، ويحطوها في أنبوبة زجاجية، وعايز يوريني إن الإنسان لما يجيب قضيب فيه مغناطيسية ويمشيه على قضيب آخر في اتجاه واحد، القضيب اللي ما كانش فيه مغناطيسية ينشحن ويبقى فيه مغناطيسية، وتيجي تروح حطه كده على بتاعة التبن يروح شديد إيه؟ يبقى فيه مغناطيسية ما كانش فيه الأول. إنما أنت عملت إيه؟ جبت قضيب ممغنط، يعني فيه مغناطيسيه، وعملته في، يقول لك اعمله في اتجاه واحد. ليه؟ لان الاتجاه الواحد ده هو هيخلي الذرات ما تتلخبطش تاني. هو عايز يلخبط الذرات، يبقى موجب وسالب، موجب وسالب. ان رجعتها كده يبقى اللي انعدل تعوجه انت، يبقى خلاها في اتجاه. فبيقول لك خلي القضيب الحديد ده ثابت ولا مش ثابت؟ هو ثابت. طب تجيب حديد كده ايه بتعدل الذرات في ايه؟ ده أصم. لك انت يخيل لك انه أصم. اما انشحن ازاي؟ لازم الذرات بتاعت الموجب بقت في اتجاه والسالب بقى في اتجاه. امال يا بقى مغناطيسيه جت ازاي؟ وعايز اقربها لك بقى، هنجيب مش قضيب حديد جامد، هنجيب حديد مفروك منشور، يعني نشاره الحديد، ويحطها في الايه، في الايه، انبوبه الايه الزجاج، ويمشي عليها الايه القضيب الممغنط. يقوم هو بيمشيها كده تلتفت تلاقي الذرات اللي في قلب القضيب، ويعملها تاني لحد ما الذرات كلها تنزيم، وبعدين يبقى ما الجامد هو في حركه، بس انت مش ايه من مش ما انت شايف. يبقى هامده يعني ايه؟ في راي العين انها كانت ساكنه وبعدين اهتزت جات لها حركه. احنا نقول لا، هي كان فيها حركه من الاول بس ايه ما تدركش. انما الحركه التانيه دي ادركناها بايه؟ بأنها ربت. طب وبتهتز ليه؟ قال لك لأن لما يكون المية هتنزل تقوم البذرة تاخد حظها من الرطوبة. حظها من الرطوبة دي بيعمل ايه فيه؟ قال لك بيخلي الحباية، احنا نقول ايه، نبقلها زي ما بنعمل الترمس كده ونبله، ولا نبل الفول النابت. لما بتبل الفول النابت فولك بتبقى صغيرة كده، وبعدين تكبر ويطلع لها ايه؟ زبان. لما يطلع زبان والفلقتين ايه تعمله ايه؟ ينفلقوا. ده اللي اتعطط في الارض يحصل لها هذا الكلام، بس الزبان ده يتغرس في الارض او يبقى الجذر. والفلقتين اللي انت بتشوفهم فلقتين الفوله تقعد تغذي الجذر لحد ما تقوى له شعيرات يقدر يمص هو من الارض. بعد ما يقدر الجذر يمص من الارض، الحبتين يقولوا أن أدت مهمتي، الغذاء المطمور للنبات فيه أدى مهمته. تعمل إيه؟ تروح مخضرة وعاملة أول ورقتين هم الفلقتين. الفلقتين بقى يقدروا يساعدوا بقى مساعدة، ياخدوا من الجو بقى، ياخدوا من الجو ويدوا. لأن النبات مش بياخد كل غذائه من الأرض، يمكن 90% من غذائه من مين؟ من الهواء. هات أسرية وحط فيها مثلا حبه شويه حاجه وزرع، وخليها تطلع زرع كده، وبعدين شوف التراب اللي فيها نقص قد ايه، وشوف الزرع اللي طلع قد ايه. الله، ده كتير. ما هو خد من الايه؟ خد من الجو.
يبقى الاهتزاز معناه ايه بقى؟ المتاع بتبقى ترموا كده عشان الفلقتين يكبروا، تقوم تحرك الذرات وبعدين يجري يقعد يغوص في الايه؟ يغوص في الارض علشان ياخد نباته، عشان ياخد غذائه. الجذر دي ربنا واضع فيه خاصيه انه يقعد يبحث عن الرطوبه عشان يتغذى. ولذلك يجربوها، يعملوا تجربه، يعملوا ايه؟ يجيبوا مثلا غربال ويحطوا فيه حبوب فول مثلا، ويجري الغربال ده ويحطه على شكل مائل في حوض فيه ميه. معنى على شكل مائل يبقى التحتاني قريب من مين؟ والفوق أبعد، والوسطاني نص ونص. يقوم يلتفت بقى يلاقي الجذر بتاع اللي تحت طبل طول وقرب خد من الميه ولا يزيد عن هذا. ما هو وصل لبغيته، اللي اعلى منه شويه يطول الطول المناسب عشان يوصل، واللي في الاخران يقعد يطول 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 علشان ينزل لايه. ولذلك تجد بتاعه الحلبه، كوز الحلبه، كوز الايه، شوف شوف واحده طويله وواحده ايه، ليه؟ القصيره وصلت للايه، اللي في قعر، اللي في القعر بتاع كوز الحلبه قربت من الميه، انما الحبه اللي فوق عايزه تطلع بعيد. يبقى اذا هي بطبيعتها بحث عن الايه، اسفل النبات يبحث عن الماء ويغوص، واعلاه يبحث عن الضوء ليحلى كل حد. الله. اذا طب النبات اللي طلع ده من ساعة ما الماء نزلت ولا بدرناش حاجة ولا جا منين؟ البذر ده جه منين؟ التقاول اللي عمالة في الجبل دي بتيجي منين؟ اللي في الصحراء اللي محدش نطر فيها منين؟ اما قال لك سبحان الحق بقى، الريح بيجيب من الحتة اللي فيها نبات لما يستوي يروح ناقل الايه؟ البذور. كل بذرة مهما دقت فيها شعيرات كده زي الوبر، الهواء يروح عاملها زي قلع المركب، ويروح بعد الهواء ما يهدي كلها تنزل في الحتة اللي هتطب فيها، تطب لحد ما يجي الماء كله يطلع. سبحان الله. وترى الأرض هامدة، دي مسألة عيان بنشوفها كلنا، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت نمت عليت، وبعدين أنبتت من كل زوج بهيج. احنا قلنا الزوج هي كلمة مفردة، الناس فاهمين ان زوج يعني اثنين، لا، الزوج واحد بس معه من جنسه واحد اخر. ولذلك وانه خلق الزوجين، يبقى كل واحد ايه؟ زوج. يبقى الزوج ما هوش اثنين، لا، الزوج يطلق على واحد بس مشروط انه يكون معاه ايه؟ واحد من زوج احذية. زوج يبقى هي الفرد، زوج يعني فردة احذية بس معاها مين؟ معاها فردة ثانية زي توأم. تمام، توأم يعني واحد، ما تقولش توأم يعني اثنين، توأم ومعاه واحد ثاني يبقى توأم، يبقوا هم ايه؟ توأمان. ما تقولش عليهم توأم الاثنين، تقول ايه؟ توأمان. من كل زوج. شو دقة الاداء بقى؟ أم قال لك لأن كل حاجة نبات حيكثر فيها تساقط، سواء كان نباتا أو حيوانا، يبقى لازم فيها زوجية، ذكر وأنثى. ده احنا كنا ده اللي نعرفه قديم، دلوقتي تبان إن كل حاجة فيها زوجية، ومن كل شيء خلقنا زوجين. ما دام حاجة منها تكاثر يبقى في زوجين. بتاع كده تعملها كده وتيجي مكنة تعملها تعمل مولد ومش عارف تجيب لك كهرباء، فيها زوجين، سالب، لو سالبين ما تجيش، لو موجبين ما تجيش، لازم سالب وايه؟ وموجب. والذره برضه فيها ايه؟ من كل شيء خلقنا ايه؟ كل شيء يعطي شيئا اعلى منه يبقى لازم فيه زوجيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عالج هذه المساله عالجها برصيد احتياطي في القران. فسبحان الذي خلق الازواج كلها. مما تنبت الارض، لان نحن عارفين الحكايه دي مش كده؟ بناخد الذكر نلقح بالنتائج. مما تنبت الارض ومن انفسكم، برضو بنتجوز عشان نخلف، ومما لا تعلمون. شوف الرصيد بقى العالي، ومما ايه؟ ومما لا تعلمون. بعدين جت الكهرباء قلنا ومما نعلم، وبعدين جت الزرنا قلنا ومما نعلم، ومما جاب في حاجات كتير ولا لا؟ يبقى خد قضيه ايه؟ كل شيء يتكاثر الى اعلى منه، يدي حاجه اعلى منه، اعرف ان فيه ايه؟ زوجين. ان فيه زوجين. نعم.
وأنبتت من كل زوج مفرد بس معها غيره، يبقى حينتج لقاح من الذكر وإيه ومن الأنثى. بس أمرار يبقى لقاح الذكر لوحده، شجرة لوحدها زي النخل، نخل أنثى نخلة وإيه وذكر إيه نخل. وفي مرة يبقى الشيء الواحد فيه العنصرين الاثنين، الذكر ويمين زي سبلة الغلة مثلا، ولا عود الذرة. عود الذرة فيه إيه؟ الذكورة في الشوشة بتاع الشربة اللي فوق، والأنوثة في الخيوط اللي بتطلع من الكوز. يقوم الهواء يضرب بتاع الشوشة الأولانية دي، يقوم ينزل اللقاح، اللقاح ينزل على الشعرة اللي هي طالعة من الكوز دي، يقوم ده الحبل ده يواخد اللقاح ده يوديه يكبر الحبة. ولذلك إذا جبت كوز ذرة وفتحته كده تلاقي كل شعرة من بتاع الدخان ده اللي زي شعر الدخان في حباية، كل شعرة في حباية. الحباية اللي ملهاش شعرة بره ما خدتش لقاح تبقى ميتة تموت. يبقى لازم كده. نعم. يبقى امرار يكونوا ايه ويبقى. وامرار فيها اشياء ذكورة ما نعرفش لها ايه ذكورة، هي تيجي كده من ذاتها، من ما تعرفش منين. يعني ما فيش ذكر جوافه مثلا، في ذكر جميز وفي جميزه، انما بنشوفش ذكر ايه مثلا، ما شفناهاش يعني. ومن كل شيء انبتت من ايه، وانبتت من كل زوج يعني ايه، يعني ذكوره وايه وانثى، يلتقوا الاثنين يطلعوا النبات. وبهيج، من زوج بهيج. البهجه بهج الشيء يعني حسن منظره وأعطى جمالا يجذب النظر إليه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيقول لك أنت لما تشوف مثلا غيط فيه الأشياء دي، الغيط ده قد لا يكون مملوكا لك، إنما أصل المسألة بس مش أكل، ده فيه ملكات في النفس الإنسانية عايزة تتغذى برضه. ثم لما تشوفها كده الخضرة والجمال ومش عارف إيه تنبسط منها ولو لم تملكها. ولذلك ربنا قال ابقوا خدوا المسألة المشاع الأول وبعدين خدوا الخصوصيات لصاحبها. ولذلك يقول لك ايه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، متعوا نفسك وشوف الله، شوف وإن كان عند غيرك، وإن كان عند ايه. يبقى المسألة فيها ملكات تانية، مش بس مش بطن بس لا. ولذلك يقول ولكم فيها جمال على الخير، مش بس علشان تحمل أثقالكم، لا، لكم فيها جمال حين بيغذي كل ملكة في الايه، ملكة في النفس. من كل زوج ايه بهيج. ذلك الحكاية الارض همدة، الاول قالها في الانسان تراب ونطفة وعلقة وإلى آخره، وبعدين قالها في مين، في النبات. قال لك اللي حصل ده ايه بقى، ذلك الذي حدث في الانسان تكوينا خلاص، وفي الزروع تكوينا ونماء. منين جاي؟ قال لك هو ذلك بأن الله هو الحق. طب وإيه كلمة الحق؟ بأن الله هو الخالق قال لك لا، بس مش يكفي، يمكن خلق ويتخلق، ده حق لا يتغير برضه، هيفضل يخلق 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 يديه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وإذا نظرت إلى الوجود ده وجدت الوجود ده كله دورة مكررة. الله خلق الأرض وقدر فيها أقواتها، وبعدين ما خلقش حاجة تانية، هي هي يعني كمية الماء اللي في الكون مخلوقة لم تزد ولم تنقص. بس احنا خلينا احنا نشرب ماء، الواحد خد له 100 طن ماء طول حياته، هم فضلوا عند 100 طن اللي شايله ده، طلعوا مني فضلات وبول وعرق ومش عارف ايه، وفضل ايه؟ فضل 90% من وزني هي المية اللي عندي من 100 طن اللي شربتها. طب راحت فين المية دي؟ هي خدت عملت عندي الدورة واحتراق ومش عارف ايه وبتاع، زي زي زي, زي ما بندخل المية في البتاع اللي بيسموه الايه دريتي الريتين ده ولا اسمه ايه مثلا، وبعدين ينزل وبعد تطلع المية تتبخر، وبعد ما تتبخر تطلع تتناقض في السحاب، وبعدين السحاب ينزل مطر، وبعدين الدورة تيجي. يبقى لا زادت المية ولا ايه. ولذلك يقول الحق كذلك الاقوات، احنا مثلا ناكل الايه الحب الغل، وبعدين تكون فينا مش عارف ايه، وبعدين نقعد نعمل فضلات، اللي جه منها في الفضلات يروح في الارض تاني، وبعدين لما يفضل عندنا شويه وزني مثلا كذا كيلو وزنه، لما موت ايه اللي يجرى، تتعمل في الارض تاني وتروح، وبعدين ينزرع زرع تاكل من دي. الله الله الله، هي هي
ولذلك يقول ايه وقدر فيها اقواتها ولا هيزيد ولا هي ايه والعمل الورده تبقى جميله كده وتشوف شكلها احمر حلو ورقها ناعم ريحتها حلوه نضره طريه كده وبعدين تاخدها تقطفها اول حاجه هي تنشف يعني شويه الميه اللي فيها يروح وبعدين شويه الريحه ايه يتبخروا في الجو الشويه اللي باقيين بقى الناشفه دي تبقى في الارض وبعدين تيجي الدوره برضه وتيجي ورد تاني وتيجي مش عارف ايه هي مفيش حاجه ابدا لا بتزيد ولا بتنقص يبقى كل ما في الكون قول الله وقدر فيها اقواتها ما تفهمش ان كل حاجه بيجيبها جديد لا ده هي ايه نعم ذلك الذي حدث بان الله هو الحق كان يقول ان الله هو الخالق يقول لا هو الحق الذي لا يتغير وما دام ما بيتغيرش يبقى عطاء ما يتغيرش وأنه يحيي الموتى وترى الأرض إيه ما هي يحيي الموتى ولذلك حتى يسموها الفقهاء لما تكون أرض ما بتزرعش ونصلحها للزرع يقول لك إيه إحياء الموات إحياء الإيه الموات ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير يبقى ما دام بيحيي الموتى وهو على كل شيء قدير يبقى لا تنكر الساعة ولذلك هيجي بعدها يقول ايه وان الساعه اتيه لا ريب فيها انتوا بتقولوا متنا وتابانا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون قل ايوه يا سيدي انا اللي خلقتكم من لا شيء يبقى لما عند الشيء يبقى من باب اولى ولا لا ولذلك هو الذي يبدا الايه الخلق ثم يعيده وبيكلمنا على قد عقلنا وهو اهون علي يعني كان القضيه اللي عندنا اللي ما تجيب حاجه من غير شيء ولا تجيبها من شيء كان موجود ان هي اللي اسهل وان كان دي بالنسبه لله نعم ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير كان عمليه احياء الموتى دي مش نهايه قدره الله ده حاجات تانيه كتير قوي 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 عجائب تانيه وان الساعه اتيه لا ريب فيها يعني لا شك فيها وان الله يبعث من في القبور الله وان الساعه طب ده زمن القيامه هتيجي لسه ما قلناش على النشر بقى وبعدين ربنا يبعث من القبور لان الساعه جايه تعمل ايه طب ده الساعه جايه عشان فصل بين مين بين الناس يبقوا لازم الناس يجوا ايه لازم يحيوا وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور يبقى كل ما تقدم ناشئ من عناصر ان الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعثه كل ده نتيجة العملية دي رجع تاني ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإحنا قلنا وسائل العلم إيه إما علم بديهي إما علم استدلالي إما علم من العالم الأعلى يعلمه لنا نعرفه ما كناش نعرفه ما كنت تدري ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير يعني سفسطة جدل وسفسطة الجدل دي العاقل لما يلاقي واحد بيصفصط قدامه ما يردش عليه في سفسطته بل يعمل هو إيه ينقله إلى شيء لا يحتمل السفسطة ما شيء ما احنا لما ابراهيم صلى الله على نبينا وعليه النمروز بيجادله قال ايه الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ايه في ربي ان اتاه الله الملك بقى لما ربنا اداله الملك وتفرعن وبقى عاتي جاي ابراهيم يناقشه في الالوهيه ده هو اللي ذاك الملك كويس كده ابراهيم قال ايه قال ربي الذي يحيي ويميت هو قال له سهل انا احيي واميت ازاي بقى تحيي وتميت؟ هيدخل في سفسطه بقى قال انا اقدر اقول اقتلوا الراجل ده هو وبعدين بعد ما قلت قتلته يبقى قتلته وبعدين اقول لا ما تقتلوش يبقى احييته تقول له اهو ده سفسطه لانك انت لم تقتله انت قلت انا هقتله ما قتلتوش لا اقتله بعدين صحيح ده لما نكون عايزين نمشي وياه في الجدل بقى ونمسك السفسطه قام قال له بلاش سفسطه فاضيه جدل لا جدوى منه طب اما اقول لك على حاجه مش هتعرف تصفصف فيه
ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب بس وخلاص. يبقى العقل يعمل ايه؟ ينقل الجدل من امر يمكن ان توجد فيه صفصطه الى امر لا ولذلك ايه ما طولهاش بقى. فبهت دهش وتحير الذي ايه الذي كفر. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، علم يعني بديهي ولا هدى يعني استدلالي ولا كتاب منير يعني بطريق الايه طريق الوهم. ثاني عطفه اللي يجادل ده بيكابر بقى من غير ما دام من غير علم. اصل اللي بيجادل بعلم يبقى كل حاجه لها رد ونخلص، كل حاجه لها ايه لها رد ونخلص. ولذلك يسموا الجدل مراء، مراء افتمارونه على ما يرى، هتجادلوه في اللي شافه. يبقى المراء هو ايه؟ الجدل العنيف اللي بياخد صوره ايه؟ ليه؟ ماخوذ من مري ضرع الناقه. الناقه ضرعها مالان لبن، يقوم بقى يحلبوه كده طول ما الضرع مالان يعمل ايه؟ ينزل الشخب قوي كده ومش عارف ايه. وبعدين لما يقرا بيخلص، ما بتسمعوش كده في الفلاحين يقول لك بيقرقر الجاموسي؟ يقرقرها يعني ايه؟ يعني ياخد اخر قطره ايه فيه؟ اهو المري دي العمليه الاخيره القرقره ده ايه؟ يبقى كل خصم يحاول ان ايه؟ ان ياخذ عند ما عند اخر ما عند الثاني، اسمها الايه؟ المراء. ثاني عطفه، ثاني يعني لاوي، عطفه يعني جنبه. الانسان في تكوينه العام له اشياء، راس وله رقبه وله كتفين وله جانب وله ظهر وله بطن، كل يعني كل حاجه لها حاجه. يوم لما يجي يعرض عن حاجه، اما ان يولي دبره يعني بعد ما كان مواجهني يديني ظهره، ولذلك يقول له اديني عرض كتافك، يعني ابعد عني وتضير كده وربع. ومرار لما يكون بقى عايز يعني يعمل كده ايه، يتني جنبه، يعني يكون واحد بيكلمه ويقوم يعمل له كده خلاص. ومره يتني جنبه مع راسه. الله، القران جايب انسان يعرف فيه جنبه، يبقى دليل عليه مش عاجبه الكلام، ومش بس مش عاجبه، مش عاجبه ولا يقدرش يرد عليه، لانه لو له حجه كان يقف كده وايه حجه تقويه ويجادل. ولذلك ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذا قيل لهم تعالوا الى ما لا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا ايه رؤوسهم. يبقى ده مظهر، يبقى الجانب ادي واحده لي ليه الراس جانب، عرض الاكتاف اعرضه يدينا عرض اكتافه، دبر اديني دبر خلقه كلها ملاحظ كلها لمين؟ للفرار من الجدل، لانه لا يقوى على انه ياتي بايه؟ بجدل حق يقنع. ثاني عطفه، ليه ثاني عطفه؟ قال لك مش عايز يقف عشان ما يبقاش مهزوم، لانه هو عايز يضل للناس اللي اهتدوا. فلو وقف كده على مش عارف ايه ويسمع الجدل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه، يبقى ما يقدرش يضلل. يبقى بيثني عطفه ليه؟ ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي، الخزي هو هوان، الهوان والذل، وده بيحصل له في الدنيا خزي. ايوه ايه، مش 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 حصل لهم خزي يوم بدر الصناديد كده معملين مجندلين والبتاع، الله خزي ولا مش خزي؟ كل صناديدهم عمالين يتقتلهم ويتقتلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل المعركه يمسك قضيب كده يقول هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، تحكم في كده بالشكل ده. وبعد ذلك يجي يشوفوا الفلان اتقتل، اهي الحته اللي قال عليها سيدنا، يحددوا مصارع القوم. وعلشان تعرف انه بقى فيه خزي، مثلا ابو جهل انقتل في المعركه، ولما انقتل ابن مسعود عمل ايه؟ ركب فوق، قال ابن مسعود الراعي يركب على ابو على ابو جهل. اما ابو جهل فيه رمق حياه، قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم،
ركبتني احد الايه؟ ها؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا، يعني كنت تقدر تركبني؟ لكن انا ركبتك اهو. يبقى خزي ولا مش خزي؟ اللي كان اعمى اهو. يعني انت شايفه. وابو سفيان حتى بعد ما سيدنا ابو العباس شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاف بقى موكب النبي جاي بقى في يوم الفتح، ورايت مش عارف الاوس ودي الانصار وده بطن مش عارف ايه صح. يوم ابو سفيان، ابو سفيان برضه لسه فيه، يقول له يقول لابن عباس ايه؟ يقول له لقد اصبح ملك ابن اخيك قويا. قال له لا، انها النبوه يا ابا سفيان. ملك ايه؟ ملك ايه وبتاع ايه؟ ايه النبوه؟ ملك ايه؟ انها النبوه يا ابني. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ولذلك لما سيدنا ابو بكر وقفوا ناس من صناديد القريش، وقفهم على الباب وجم ناس يعني من التانيين بقى اللي كانوا موالي وعبيد وبتاع، وبعدين استأذنوا على ابو بكر، فامر لهم التانيين ملطعين شويه بره، وهو قصدها برضه، فورمت انوفهم. ازاي؟ لدرجه ان ابو سيدنا ابو بكر يقول له يا اخي بقى ترد دول؟ قال له الاسلام ما عندوش الكلام الكلام ده. وبعدين يطلع بقى، فسيدنا عمر اظن شافه كده، قال له انتوا ورم انفكم ليه؟ فما بالكم اذا اذن لهم على ربهم وتاخرتم انتم. الله. انتوا امال دي اللي زعلكم فيه دي؟ تزعلوا فيه دي؟ يبقى لا اشوفها في الاخر هناك ساعه ما تاخذوا الجنه كده وانتوا واقفين بتاخروا، السابقون السابقون. اولئك المقربون. تزعلوا ليه انتوا؟ بقى انتوا تزعلوا دلوقتي؟ لا يا اخويا، ابقى اشوف الزعل يبقى يجيب ايه بعدين. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي، وخزي الدنيا لن يفلته من خزي الآخرة. نعم. ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق. الحريق، انت تقول ايه؟ انتوا مش شايفين في حريق اهو؟ حريق يعني ايه؟ الحريق هو الشيء المحرق لغيره لشدة ناره. يبقى الحريق هو ايه؟ الشيء اللي يحرق غيره لشدة ناره. ولذلك احنا قلنا لما عملوا النار لسيدنا ابراهيم ايه اللي حصل؟ بقى الطير يمشي كده ينشئه ويقع. ذلك الخزي والعذاب وعذاب الحريق. ذلك ليه؟ ايه هو ده؟ بسبب احنا ظلمناهم بما قدمت يداك. ذلك بما قدمت يداك. طب تقديم اليد ده للفعل بس، والقول اللي قالوه والسخريه والاستهزاء ومش عارف ايه، عاده يقولوا ايه؟ ان العمل الاصل فيه اليد. والى لقائنا اخر ان شاء الله.